ما الذي يقطع دعاء الملائكة؟ الذي يقطع دعاء الملائكة ثلاثة أمور. الأمر الأول الخروج من المسجد، إذا خرج بعد صلاته انقطع دعاء الملائكة له. والأمر الثاني أن يؤذي في المسجد، يؤذي المؤمنين. ولذلك انتبه لجوالك، من أعظم ما يؤذي المؤمنين اليوم في المسجد هذه الجوالات، ولا سيما أن بعض إخواننا يجعل فيها أغاني، وهذا حرام في السوق في الشارع في البيت، والله حرام. ما يجوز أن يجعل نغمة الجوال أغاني، حرام. فبعض الناس يفعل هذا الحرام ثم يدخل إلى المسجد ويؤذي المؤمنين بهذه الأغاني في بيت الله. وكذا صوت الجرس أن يترك يؤذي الناس إذا كان عاليا. والإنسان إذا آذى بعد أن فرغ من صلاته باختياره، أقول باختياره لأنه يمكن نسي الهاتف فرن الهاتف فآذى بعض الناس فأغلقه مباشرة، هذا ما يدخل هنا لأن الكلام عن فعله. فإذا آذى من عقوباته أن ينقطع دعاء الملائكة له. والثالث أن يحدث، ومعنى أن يحدث أن ينقض وضوءه، فإذا انتقض الوضوء ارتفع الدعاء، إذا انتقض الوضوء ارتفع الدعاء دعاء الملائكة. ومن باب أولى إذا أحدث الحدث الأكبر، وليس الجنابة بل الحدث في الدين، فابتدع. ولذلك إخواننا الذين إذا سلم الإمام بدأوا بالذكر الجماعي، مع كون هذا بدعة فإنه يحرمهم دعاء الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث فيه، وهذا يشمل كل حدث. نعم الأصل هو الحدث الذي ينقض الوضوء، لكن من باب أولى أن يدخل الحدث المتعلق بالديانة وهو البدعة. ولذلك من رحمتنا بإخواننا أن نبين لهم أن الأمر بدعة، ولو أبوا ولو شتمونا نجاهد في سبيل الله ونصبر ونترفق بالناس ونبين لهم أن هذا بدعة، فإن فوق كونه عملا مردودا وكونه عملا جالبا للإثم فإنه يقطع دعاء الملائكة. فبمجرد أن يحدث العبد ويأتي ببدعة ينقطع دعاء الملائكة له. فينبغي على المسلم أن يتنبه لنفسه في هذا الأمر.